السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنرحب بكم معايا في هذا الفيديو. كنتمنى يلقاكم كلكم بخير وعلى خير وفي احسن صحة وعافية. الفيديو ديال اليوم غيكون خاص بالأسمنة ديال المواد البناء في الفترة الحالية. هذا الفيديو كانوا طلبوه مني العديد من المتابعين على القناة، يعني دائما في التعليق كنت كنلقى هذا الطلب على الأسمنة الحالية ديال المواد البناء، واليوم غنلبي هذا الطلب. غنعطيكم فكرة شاملة على الأسمنة الحالية ديال المواد البناء، وكذلك غنوضع لكم واحد المقارنة ما بين الأسمنة الحالية الأسمنة في الفترة السابقة، هكا غتكونوا تعرفوا واش الأسمنة كتزاد ولا كتنقص. فخليكم مع الفيديو غيكونوا فيه كل التفاصيل. قبل ما تتابعوا معايا الفيديو، بغيت نشير أن عندي شركة خاصة بالبناء والتشطيبات، يعني الفينيسيون. إلا عندكم شي مشروع ديال البناء ولا فينيسيون، تواصلوا معايا عبر الإيميل أو عبر صفحتي على الفيسبوك اللي عندها نفس الاسم ديال القناة. غنخليكم مع تفاصيل الفيديو. قبل ما نبدا معكم الفيديو، بغيت نطلب منكم فضلا وليس امرا انكم تدخلوا وتشتركوا في القناه ديالي الثانيه اللي الاسم ديالها فاتي ديكور، قناه اللي غتكون كتهتم بجميع انواع ديال الديكور الداخلي بحال الصباغه، الاثاث، الديكورات الداخليه، الكوزينه، الالكتروميناجي. يعني واحد القناه اللي غتكون شامله لكل ما كيتعلق بالديكور الداخلي اللي عندهم علاقه مباشره مع البناء. فشحال من مره تنبغوا نقادوا شي ديكور داخلي كنلقاو ان ما خديناش بعين الاعتبار من الاول في مرحله البناء. ديكور دائما تيكون مكمل لعمليه البناء، يعني من هذيك الديكوراسيون وهذاك الاثاث اللي غنكونوا نوضعوا في الدار تيبان لنا الفكره كيفاش نصمو الدار ديالنا من الاول. غير تابعوا معايا القناه، راه غتكون ان شاء الله استفاده. الرابط ديال هذه القناه غنخليه لكم في التعليق الاول المثبت، ولا كتبوا فاتي ديكور راه غيطلع لكم القناه واشتركوا فيها. سمحوا لي طولت عليكم، غادي نرجعوا لموضوع الفيديو اليوم اللي هو الاسمنه الحاليه ديال مواد البناء. وغنبدا معكم بالحديد. كيف سبق وشرت في الفيديوهات السابقة، الحديد والسيما كيتدخلوا تقريبا في 70% من التكلفة النهائية ديال عملية البناء ديال الهيكل الأسود، يعني الكحلة كيف كنسميوها بالعامية. الحديد في الفترة الحالية عرف واحد انخفاض، يعني كان فيه انخفاضات مستمرة. غنعطيكم الأسمنة الحالية وكذلك غادي نعطيكم الأسمنة في الفترة السابقة باش هكا تكونوا عارفين الانخفاض اللي كان في هذه المادة. في الفترة السابقة وبالضبط في بداية الحرب ديال أوكرانيا كان الحديد وصل حتى 13 درهم، من بعد بداو كيكونوا انخفاضات. غادي نعطيكم الأسمنة الحالية بالنسبة للحديد. الحديد حاليا الثمن ديالو 9.70 درهم، يعني كنتكلم على الحديد من تي 8 حتى لتي 16 وحنا طالعين، باستثناء الحديد ديال 6 حرشة هو اللي كيكون شوية زايد في الثمن. الحديد ديال 6 حرشة حاليا داير 10 دراهم، وبالنسبة للحديد العادي راه 9.70 درهم بالنسبة للكيلو. القنطار تيبقى ب 970 درهم، والطن كيبقى ب 9700 درهم. بالنسبة للفترة السابقة وبالضبط شهر 7/2022، الثمن ديال الحديد كان 11.20 درهم، في شهر 10 كان 10.30 درهم، وحاليا في شهر 2 راه 9.70 درهم كيف ذكرت. يعني راه كاينين انخفاضات، كنتمنوا ان هذا الانخفاض يستمر ويرجع للفتره السابقه، يعني اللي قبل من الحرب ديال الاوكرانيه اللي كان فيها الحديد ب 7 دراهم. الاسمنت كيف كتعرفوا راه فيها عده انواع، كاين سي بي جي ال 35 ال 45 ال 55، كاين السيما البيضاء، كاين فيها عده انواع. الا بغيتوا تعرفوا استعمالات ديال كل نوع راني حاطه فيديو خاص في القناه، غنخلي لكم الرابط ديالو تحت من هذا الفيديو، كذلك هنا في البطاقه الا بغيتوا ترجعوا ليه راه فيه هذه المعلومات على الاسمنت او السيما. السيما في الفتره الحاليه ديال 35 دايره 74 درهم الكيس اللي فيه 50 كيلو، السيما ال 45 78 درهم حتى 79 درهم على حسب، يعني الفرق راه كيكون ما بين بائع وبائع وما بين مدينه ومدينه، وغالبا ملي كناخذوا كميات كثيره راه كيكون لنا نقصنا واحد الدرهم هكا في الكيس. السيما ال 55 80 درهم الكيس، والسيما السيما البيضاء اللي كنستعملوها في الزليج يعني في الماستيك، فالثمن ديالها الكيس اللي فيه 40 كيلوغرام 120 درهم، يعني هذه هي الاسمنه الخاصه بالاسمنت. الاسمنه ديال البريك او الطوبيه او الطوب الاسمنتي، فالثمن ديالها كيختلف على حسب الجوده ديالها. دائما كناكد لكم ان كاين الجوده المزيانه اللي مخدوم بالماكينه يعني بالبريسا، وكاين العاديه اللي مخدومه بطريقه شبه يدويه. بالنسبه ديال البريسا كنلقاو فيها القياسات ديال 20 15 10 دائما على 50 سنتيم. الثمن ديال 20 على 50 كيكون ب 6.20 دراهم، البريك ديال 15 ب 4.80 دراهم، وديال 10 ب 4 دراهم.
اما البريك او الطوبيه العاديه فالقياسات ديالها ما كتكونش مضبوطه، يعني هما تيكونوا قايلين انها 20 على 40 ولكن غالبا كتلقى 18 19 20، يعني ما كيكونوش حتى القياسات ما بين وحده وحده ما تيكونوش مساوين لانه مخدوم بطريقه شبه يدويه، ما تتكونش فيه القياسات المضبوطه بحال الطوبيه ديال البريسه. اذا الثمن ديال الطوبيه العاديه اللي متعرف عليها انها ديال 20 على 40 3 دراهم فاصل 20، ديال 15 2 دراهم ونص، وديال 10 جوج دراهم. الياجور الاحمر اللي حتى هو كنخدموا به في عده اجزاء من الدار، يعني ممكن نخدموا بالياجور الصغير بالنسبه للفريق او الفصاله، الياجور الكبير كنخدموا به الواجهات او شي صور هكا الا بغينا ندوبلوه. فالاثمنه ديال الياجور الاحمر ديال 15 على 50 تيكون الثمن ديالو 7 دراهم، ديال 7 على 50 الثمن ديالو 4 ديال الدراهم فاصل 20. الياجور الاحمر الصغير اللي كنخدموا به غالبا في الفريق او في الفصاله كاين ديال 10 على 25 الثمن ديالو 2 دراهم و30، ديال 15 على 25 الثمن ديالو 2 دراهم و80، وديال 7 ولا 6 على 25 الثمن ديالو 1.9 حتى ل 2 دراهم. بخصوص الضلا ديال الوردي، الضلا ديال الوردي راه الثمن ديالها تيكون على حساب لي بيسور او السمك ديال الوردي اللي غنخدموا به. فكتعرفوا انه كاين الوردي ديال 8 ديال 12 ديال 15 ديال 20، يعني على حساب الوردي اللي عندنا حنا كناخذوا ديك الضلا الوردي. انا غنفصلها لكم بالترتيب، يعني كل حاجه بشحال، وغنعطيكم الثمن المتر في الاخير بشحال. فكتعرفوا ان الضلا فيها عده مكونات، كاين البوترين هذاك لي مولي كيكون فيه البيطون والحديد، وكاين الوردي اللي كيكون كيشبه البريك، هذا كيكون حتى هو اللي كيكون فيه القياسات، يعني واش ديال 12 ولا ديال 15 ولا ديال 20، وبه اللي كيعطي الثمن النهائي ديال المتر المربع. وكاين هذيك الشبكه او تري سودي اللي كتجي من الفوق. الثمن ديال الوردي ديال 8 كيكون ب 3 دراهم 70، ديال 12 كيكون 4 دراهم 20، وديال 15 كيكون ب 4 دراهم 90 حتى ل 5 دراهم. بالنسبه للبوترين، البوترين كاينين فيها جوج الانواع، كاينه الخاويه والعامره، يعني باللغه ديال المعلمين تنسميوها العامره والخاويه، ولكن هي راه كتكون وحده عاديه وحده مضاده للزلازل، يعني على حسب البلان اللي عندنا حنا غادي ناخذوا اشنو غنحتاجوا. فالبوترين العاديه كتكون تقريبا 25 درهم المتر لينير، يعني كاينه اكثر وكاينه اقل على حسب الجوده. والمضاده للزلازل كتكون ب 50 درهم، وحنا طالعين يعني كنلقاوها حتى ل 55 درهم حسب الجوده دائما. بالنسبه للتري السودي الثمن ديالها كيكون من 90 درهم حتى ل 100 درهم الوحده. ولا بغينا هكا نجمعو ككل، يعني بغينا هاد الضالة بشحال، يعني حنا ملي غنبغيو نشريو الضالة راه غنعطيو البلان ديالنا للشركة اللي غادا تعطينا الضالة، والتقني ديال هذيك الشركة تيشوف تيحسب لينا الميتراج اللي عندنا، وكيحسب لينا الوردي اللي عندنا واش ديال 15 ولا ديال 20، يعني دوك لي كاغو اللي فيهم 15، لي كاغو اللي كيكونوا فيهم 20، يعني راه دائما ما كتكونش ضالة وحدة غادا مستفة بقياس واحد، راه كيكونوا عندنا اختلافات على حسب البلان ديال الحديد اللي عندنا. فالتقني كيشوف هذيك الضاله كامله وتيحسب الميتراج والبوتي اللي كيصلح لينا، وكيعطينا الثمن النهائي بالمتر مربع اللي دائما كيتراوح ما بين 85 درهم حتى 120 درهم على حساب الوردي اللي عندنا وعلى حساب البوترين اللي عندنا. الا بغيت نقربكم بالثمن بالضبط، فمثلا الا كان عندنا الوردي ديال 12 فالثمن كيكون 85 حتى 90 درهم، الا كان عندنا الوردي ديال 15 فالثمن تيكون ما بين 95 حتى 100 درهم 110، الا كان قياسات اكثر مثلا الوردي ديال 20 فحنا غنوصلوا ل 120 درهم. المسمار والسلك دائما تهما كنشريهم في عمليه ديال البناء، يعني كيحتاجهم لنا المعلم. المسمار والسلك حاليا الثمن ديالهم هو 15 درهم الكيلو. بالنسبه للرمله، الحموله ديال 25 متر مكعب الثمن ديالها حاليا هو 3500 درهم، كنتكلم على الرمله ديال الكونكاسور. اما الرمله ديال البحر فدائما كيكون الثمن ديالها اكثر، كتوصل حتى ل 5000 ولا 6000 درهم على حساب الجوده ديالها، ومعروف عليها الثمن ديالها كيكون غالي مقارنه مع الرمله ديال الكونكاسور. الكياس، رحنا كناخدو دائما مخلط، يعني كيكون في جي اش جي دو، الثمن ديالو هو 2200 درهم الحمولة ديال 25 متر مكعب.
بالنسبه للخرسانة الجاهزه او البيتون بري فابريكي، يعني الكثير من الناس تيبغيو يخدموا الدالاس بالبيتون الجاهز، فتيكون سريع وفيه جوده ممتازه لانه مخدوم في الشركه بقياسات مضبوطه. الثمن ديال البيتون، راه البيتون فيه عده انواع، كاين اللي كيصلح للطالا، كاين اللي كيصلح للبيتون دو بروبرتي، كاين اللي كيصلح للغرو بيتون، كاين اللي كيكون ايدروفيج كيصلح لابيسين، يعني راه فيه عده انواع. هنا غنتكلم لكم على النوع الاكثر استعمالا اللي كيتعلق بالطالات والسواري، اللي كيكون كل متر مكعب منه فيه 7 الخنشات ديال السيما. الثمن ديال هذا البيتون هو 950 درهم المتر مكعب، دائما كيكون على حساب المتراج اللي عندنا كناخذو. الضاله العاديه ديال 100 متر مكعب كتاخذ لنا ما بين 9 حتى 10 متر مكعب، هكا باش نقرب لكم الفكره ديال الكميه. بقى لي انني نهضر لكم على جوج المواد اللي هي كتدخل في البناء الاولي، يعني من الطبله كنحتاجوهم، اللي هما الحجر ديال الساس والقادوس ديال البي في سي. هادو كنحتاجوهم حتى في بدايات البناء ديال الطبله، كنحتاجو هاد المواد. بالنسبه للقادوس ديال البي في سي، دائما كنأكد انكم تخدموا بالقادوس ديال 200 وتكون الجوده ديالو ممتازه باش تفادوا اي مشكل من بعد. القادوس او البي في سي ديال 200 الثمن ديالو بالنسبه للجوده ممتازه، كيكون ب 150 درهم المتر لينيال، وكاين انواع اخرى اللي الجوده ديالها اقل، كتبدا من 60 درهم ممكن تلقاو اقل. غير هي بالنسبه للقوادس خدموا بجوده ممتازه، اصلا ما تحتاجوش كميه كثيره، يعني كتكون 7 حتى 9 متر لينير، فما تشطروش في هذه المساله ديال القوادس، لانها واحد يعني هو التاسيس ديال القوادس من بعد، فخليوه يكون بجوده ممتازه باش ما يكونش عندكم شي مشكل من بعد. الحجر ديال الساس هذا دائما ما تنحتاجوش كميه كبيره، يعني غنحتاجوا واحد الكميه بالنسبه للحائط ديال الساس وشويه ديال الحجر باش نخدموا البلوكاج. فالحموله ديال 6 متر مكعب كتكون ب 700 درهم، على اقصى تقدير كنحتاجو جوج ديال الشاحنات ديال 6 متر. اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم اللي كيتعلق بالاتمنه الحاليه ديال المواد البناء. الى عندكم اي سؤال او استفسار خليه ليا في التعليق وان شاء الله نجاوبكم. دمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.